كونغولي. كره كونغولي. اه خسرتوا انتوا المباراه دي. احنا لعبنا هناك الماتش الاول، كان الغزل المحله يعني قريب قوي. اه احنا لعبنا الماتش الاولاني قريب هناك. والنتيجه طلعت 4-2. طب لما جيتوا هنا كابتن عبد الستار بقى الماتش الثاني هنا في استاد غزل المحله في الملعب اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. المباراه انتهت 2-1 2-1 لصالح الكرة. احنا في اول ربع ساعه مضيعين 14 هدف. لما خمس كور تيجي في العارضه والقائم والقائمين وانفرادات وتطلع بره، حسيتوا اليوم مش بتاعكم خلاص. اتقفلنا كلنا. والكلام ده مش بتاعنا، ده كلام الصحافة الرياضية والتعليق الرئيسي للاتحاد الأفريقي. ايوه مراد بيه فهمي كان موجود في الملعب، وكان معاه كابتن مصطفى فهمي كان لسه شاب. وانتهى موضوع بقى أفريقيا. وصلتوا لنهاية كأس مصر 75. كان أمام الزمالك. أمام الزمالك. إيه اللي حصل بقى وقتها؟ اللي حصل إن في الدقيقة 38 حبيبي وأخويا الفاضل وأخويا الكبير الكابتن حسن شحاتة واقف، كانت هجمة للزمالك فوقف مسك القايم. عبد الستار هات لي شوية مية من الإزازة بتاعتك الله يخليك. حاضر يا أبو علي. جبت له إزازة اتفضل شرب وتنوى. يا عم ينهي الماتش بقى يا عم هنموت. درجة حرارة 40. كنا في 2/6 75 في الصيف قوي يعني 40 والماتش الساعة 3 الا ربع. فاحنا كل هدف المحلة بدأ يسخن. مين بقى؟ عبد الرحيم خليل وعمر عبد الله عشان ينزلوا الاكسترا تايم. فالناس لما شافوا عمر عبد الله وعبد الرحيم خليل رحمة الله عليه بيسخنوا الاثنين الصواريخ اللي بيرعبوا، الدنيا باظت وبدأ بقى في يعني قلق وفي شدية وفي. فحصل في نفس اللعبة والكابتن حسن شحاتة واسك القايم جت هجمة تانية للزمالك وطلعت اوت بره يعني ركلة مرمى. كحكم بقى اتكلم كحاجة بقى. جبت الكورة بحطها على الستة ياردة بسرعة راح داخل السيد عبد الجواد رحمة الله عليه شاتوا الكورة. فاروق جعفر بره القوس بتاع ال 18، القوس بتاع ال 18 ده 4 ياردة. وال 18 18 ياردة يعني 22 ياردة. فاروق جعفر بعيد كمان 2 3 ياردة يعني 25 ياردة. جات الكورة فقفى فاروق جعفر وهو راجع على ملعبه. جات لحسن شحاتة اللي واقف معايا في 6 ياردة حطها في الجول. تسلل بحوالي 25 ياردة. 25 ياردة. جميع الصحافة الرياضية في مصر قالوا الزمالك إيه؟ بطل الدوري بهدف تسلل 25 متر. بطل الكاس. بطل الكاس. ايوه. بهدف تسلل لحسن شحاتة بمسافة 25 متر. العمود الرئيسي بتاع الصحافة الرياضية كلها سطرين كان المانشيتات دي. أخبار أهرام جمهورية مصر. للأسف. وده كان وضاع عليكم الكاس. وضاع الكاس. كابتن